نترككم مع كلمة البرلمان الجزائري. الشكر للسيد النائب سليم الراح على كلمته الطيبة. في الخارج فهل ارتأينا أنه خلاصا يعلمنا أبجدية لكل كيمياء كينونتنا كجزائريين وتضخم البعد ندرك أنها خاصة أنها ناطقة باسمها مبدأ الانفتاح على للبعض منهم والغرفتين ثم لها طابع تشريعي أو تنفيذي أو استشاري أو اقتصادي أو نحن محاورنا واتجاهاتنا مع أكثر من جهة، الجهة الأولى وهو مع الجمعية الجزائرية عبر العالم وذلك بالتنسيق والتعاون وتقوية لحمتها وتعاونها مع بعض البعض، ثم بعد اتجاه الجمعية الجزائرية داخل الوطن لأنها شريكنا الفعلي على المستوى الميدان الذي لابد أن نتعاون معه. الجمعية الجزائرية مهمة جدا لأنها تنشط في الوطن وفي مختلف الولايات والبلديات والمشاتي والدواوير وفي كل مكان، وبالتالي هي مهمة جدا، وكذلك في اتجاه السلطات العمومية والمؤسسات الرسمية للدولة لتسهل هذه المهمة. وهذا الدور الذي سنقوم به مع إخواننا الجزائريين، سواء كانت هذا الدور مع الجمعيات كما قلنا أو مع ميادين التنمية التي نريد أن نرتقي بلدنا وأن نساهم في ترقية التنمية الوطنية والمساهمة في هذه التنمية من خلال الاستفادة من خبرات الجزائريين كخبراء وكأصحاب مؤسسات وأصحاب تجربة نجحوا في المهجر. في الحقيقة اليوم احنا الجالية هي جانب مهم في الخارجية في السياسة الخارجية للوطن، فكالجزائر كدبلوماسية رسمية أو دبلوماسية برلمانية نحن نعطيها اهتمام كبير إن شاء الله، وفيه أنه التواصل واتصال مباشر.